بون. السلام عليكم يا جماعة الخير، يا ناس لاربعة ثلاثين، يا ناس الفور ناسيونال، يا وحنا ناس سيدي داود، حنا سكان سيدي داود والإنسان اللي حكمتوه إنسان من سيدي داود، وهاو الكاغط اللي حكمتوه في لامال نخدمو به العنب، هاهو. والمازوت كان لور صباح سيد عمر بيادن راح زاد للموتور تاعو راه يسقي في الدريه تاعو، هاهم ناس سيدي داود راهم هنايا، هاهم هنايا قدامكم، وهاي السلعه اللي انا نلايموكم غدوه ان شاء الله تجيكم. اليوم جا واحد الخمسه تاع ولا سته تاع لي كورتيج، والسيد هذا من عندنا وانسان خاطيه خاطيه كاع المشاكل هذا، انسان فلاح يا جماعه تخيل كش واحد يزيد يهدر. هذا مول المرسيدس، فهمي هذا مول المرسيدس، السيد الدوزيام اللي حكمتوه مول المرسيدس اللي لقيتوه سون بلاك، طلع مع قافله تاع سيدي داود، وهذاك فلاح صاحبي يخدم العنب، هاو العنب بالكارط، هاو اكل العنب بالكارط، هاو الكارط الاصفر، هاو الكارط الاصفر، وخلي تشوفه ولا غير ليكم هذا اللي راه هذا ولا غير جاي ليكم، وخلي ليكم الكارط الاصفر، وري له الكارط الاصفر اللي لقاوه، هاو الكارط اللي كان بالمازوت، هاو هاو الكارط الاصفر، هاو الكارط الاصفر اللي لقيتو عنده في لامال، انسان فلاح هذا السيد. يا ناس انا البارح كنت عندكم وماذا بكم، حنا رانا نعاونوا فيكم، خلي الامن يخدم خدمته، الا هو اللي حرق يحقق معاه الامن ويديه للجندر ويديه للحبس ويديه وين هو له، هكذا وصاحبي الناس الا والسيد ديلا مظلوم ما يروحش في حقكم، حنا ذا جا معنا في قافله تاع اليوم تاع سيدي داود من الساحل بوبراك، هذو زوج عباد اصحاب المرسيدس. الا هداكم ربي خلوا الدرك يخدم خدمته وما دناوش. والسيد هذا واسمه غباش مراد. وخاطيه كاع الصوالح هذو. الصباح راح يسقي، الصباح بكري دا بيد نتاع راجل عنده ولاد وما راحش، عنده ولاد وما راحش، من الخدمة جا لعندكم ديري، خافوا ربي. يا ناس الفور ناسيونال، بارطاجوا لنا اللايف، ويا ناس سيدي داود بارطاجوا اللايف الماكسيموم، خليه يلحق. السلام عليكم، هنا نهضروا معكم من المليانة، هذه رسالة لأهل تيزي وزو. كتفرجوا حنا شنو نقولوا لكم؟ ربي معاكم. حسبي الله ونعم الوكيل. حنا نقول لكم هذيك النار اللي شالت قلوب انت راه معاكم، بصح راكم درتوا غلطه كبيره بزاف. بارطاجي هذاك الانسان اللي حركتوه حنا نعرفوا، البارح كان في المليانه، البارح كان في المليانه هم الشوط اللي كان معاه، هذاك الانسان اللي قتلته وحركتوه دوك لحقنا لا فيديو تاعو، راكم درتوا غلطه كبيره، درتوا غلطه كبيره. هذاك الانسان البارح كان في بديانه كان يتلايم في الدراهم باش يروح بين الفوله باش يطفي في النار، وحنا ذاك الانسان نحرقوه يسيب قط يرفدوا خاطيه ذوك الطابلوات، وهم الناس اللي كانوا هنا البارح معاهم وكان يتلايم في الدراهم، وها من الناس باش هدت الناس، بسم الله تفضل. سي انتي بجونتي، سي انتي بجونتي. هذا كان معاه البارح. سي انتي. قول له باللي تعشى عندك البارح. قول له باللي تعشى. بون لوت البارح هذه ماشي البارح. معليش لوت البارح. تلاقينا وانت بجونتي وما شفنا منه والو يلعب جيتار سي نارتي. هذه شهادة الناس اللي يعرفوها. وراه مكليكا. ايوا ايوا جماعه. السلام عليكم، انا راجل حمايه مدنيه. كي شعلت عندنا النار في عين السور في المنطقه تاعنا مليانه اللي يسكن فيها هذا جمال اللي شفناه انتوما حقرتوه بزاف، هذا الانسان نحى من روحه ودخل طلع لفوق العين السور باش يطفي، انا شاهد رجل حمايه مدنيه انا. البارح كنت مع 12 تاع الليله مينوي كنا نخدموا في الاخر ان تخوي كارتيستي قال لي يا ودي شمس الدين غدوه ان شاء الله نروح لبلاد قبايل، عندي صحابي عندي احبابي نروح نشوفهم ونروح نعاونهم في هذه الحاله اللي راهي فيها. مينوي البارح جيت لو ديرني اللي شافوه فوالا النيه تاعو. فوالا سي النارتيست هذا البارح فيها معاه. سيت ان ارتيست الاولى ويخدم شمس الدين عندي حبابي ما بانوش نروح غدوه نسقسي عليهم ونروح نعاون حبابنا اللي راهم في بلاد قبايل.